يلا كده معايا. طبعا هنا احنا قلنا قبل كده الاعداد للحاله هناخد عليها جمع الاعداد الحقيقيه وطرحها. احنا قلنا قبل كده ان الجمع والطرح هم عمليه واحده، بس النهارده هناخد حاجه جميله جدا. ايه هي؟ ازاي نجمع ونطرح اعداد حقيقيه بس فيها اجزاء فيها تفكير، وتفكير ان هي مش بسهوله زي الاول. تعالوا نشوف مع بعض كده مثال كده ونشوف هنا ازاي هنحلها. تعالوا نشوف مع بعض. اول سؤال هو عاطيه هنا بيقول لي، طبعا احنا خدنا في الصف بعض الامثله هناخده النهارده، امثله ثانيه عشان تاكد. ها مين تاني؟ يلا عشان ابتدي. رضوان انت اخرت عمر ان شاء الله. ماشي تعالوا نشوف مع بعض. هنا بيقول لي اجد ناهي، اجد ناهي جذر 10 ناقص جذر 160 زائد جذر 40 في ابسط صوره. طبعا بعض الصفوف اخذته السؤال ده وبعض الصفوف الثانيه ما لحقتش تاخده. هنشوف النهارده هنكرره تاني عشان ناخد واحد تاني اقوى شويه. تعالوا نشوف مع بعض. وبعدين الناس اللي بتتاخر دي يا معلم. فهنا بيقول لي ايه؟ اوجد نادي او اجد نادي جذر 10 ناقص جذر 160 زائد جذر 40. اولا انا عشان اجمع احنا عندنا الاعداد الحقيقيه لها نوعين اساسيين اللي هو عدد نسبي وعدد غير نسبي، دي الاعداد الحقيقيه. فانا عشان اجمع او اطرح ويندمج ويبقى ابسط صوره لازم يبقى من نفس النوع. يعني ايه من نفس النوع؟ يعني يا اما كله اعداد نسبيه يا اما كله اعداد غير نسبيه. تعالوا نشوف مع بعض كده هنا السؤال بتاعنا ده. هنشوف مع بعض كده هيبقى نحله ازاي؟ اولا احنا قلنا اي جذر 40 او جذر 90 بيبقى مجهول القيمه. ليه؟ لان عليه الضوء من فوق الغطاء دوت، الغطاء ده بيبقى مخبي او الرقم وراه ما بيبانش. فبقول لك انا ليه كل استاذ ياسر لما باين وشي فهنا رقم جذر 10 مش عارفه. فانا عشان اعرف كل رقم على حده بيساوي كام لازم اعرف هل هو عدد نسبي ولا غير نسبي. على ايه؟ على جنب كده، تبص على جنب ونشوف كلنا مع بعض. نشوف هنا جذر 10، جذر 10 بمسك ال 10 اللي جوه دي واحللها اجزاءها. زي مثلا لما الواحد بيروح للدكتور يقول له انا بشتكي من كذا، فبيقول لي هاجي اجمع عشان اعرف التحليل اللي عندك ده ايه النقص اللي عندك الموجود وايه اللي مش موجود. الناس اللي بتكتب ديت وتهزر، يبقى هنا هو عندي ايه المكتوب وايه اللي مش موجود. فهنا ال 10 اللي بحللها شرط التحليل زي ما خدنا في الحصه ان لازم يكون نقسم على رقم اولي. قلنا العدد الاولي اللي هو 2 3 5 7 وهكذا، فهنقسم على 2 10 تقسيم 2. الناس اللي بتقول مغلق، مغلق ده شغال عندكم ولا لا يا شباب؟ حد يقول لي شغال؟ ها؟ لا معلق من عندك، شغال كده صوت كويس واضح؟ صوت واضح؟ ها؟ الصوت كله لا ليه؟ ما الصوت احنا شغالين اهو. يا شباب حد يقول لي صوت واضح ولا لا؟ الصوت عايز بس واحد يكتب لي بس مش عايز كذا واحد. طيب خليك بس معايا، خليك بقى معايا. تعالوا شوف مع بعض. فهنا 10 بنقسمها على اللي مش سامع كويس، احنا هنشرح ده كده في الحصه، بس ايه اللي سامع معايا خلاص. فهنا عندي 10 تقسيم 2 بقسم على العدد الاولي، 10 تقسيم 2 كده كام؟
خمسة. بعد كده خمسة بقى الصفر، خمسة تتقسم على إيه؟ على خمسة، يديني كام؟ واحد. شرط إن الرقم ده أشوف إزاي إن هو قيمته بكام؟ بشوف هنا شرط الجذر التربيعي إن كل رقم اتنين، يبقى في واحد كمان عشان يطلع بره الجذر. فهنا الاتنين مفيش غير حاجة واحدة بس، هتفضل جوه الجذر. الخمسة واحدة بس، برضه هتفضل جوه الجذر، يبقى هنا هضرب 2 ضرب 5 هيبقى 10. يبقى جذر 10 هيفضل زي ما هو مجهول، جذر 10. نيجي بعد كده للرقم اللي بعد كده اللي هو 160. برضه نفس الكلام بحلله. بقسمها على تقسيم 2 على العدد الاولي. 16 تقسيم 2 او 160 تقسيم 2 يبقى فيها 80. هقسم على 2، 80 تقسيم 2 يبقى 40. اقسم على 2 يطلع لي 20. هنقسم على 2 يطلع لي 10. هقسم على 2 يطلع لي 5. 30 5 فيها كام؟ 1. شرط الجذر التربيعي ان كل رقمين يطلع برقم. كل رقمين هيطلع برقم. طبعا الاثنين ده بيشغل رقم واحد بس والخمسه رقم واحد بس. فهنا رقمين هيطلعوا بره الجذر، 2 ضرب 2 يبقى 4، يبقى الاربعه هي اللي هتطلع بره. معلق كله معلق. نعم مسامحينك؟ في سامعين؟ سامعين معلق. انت بتشرح مين؟ على حين كنت بنسمع. هو يعني؟ بعت رامي؟ أنا كله معلم. ثانية واحدة شباب، ثانية واحدة شباب، هنشوف اللعبة الكلام ده. مش سامعين. شباب طب كل واحد معلش يكتب لي كده ان هو سامع ولا لا؟ كلمة واحدة بس، معانا يكتب معلق، مش سامع قول مش سامع. عمار معلق عندك عمار؟ ماشي. خلاص اهدوا يا شباب، اهدوا يا شباب، هنشوف دلوقتي العطل فين. لو مش سامعين كويس ومش شايفين كويس هنبقى ندي الحصه في الصف. هنشوف العطل فين. خلاص ماشي، ثانيه واحده. في صوت برضه ها؟ ها سامعين كده ولا ايه؟ داوود سامع؟ سامع؟
الصوت واضح طيب ولا مش واضح؟ ها؟ حد يرد عليا، واضح ولا مش واضح؟ كلمة واحدة بس بتقولها، واضح ولا لأ؟ مش واضح طيب. أنا هعتذر عن الحصة النهاردة، أنا هعوضها بقى في الإيه؟ في مرة جاية إن شاء الله نظبط وقت تاني. ماشي، السلام عليكم.